السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله، ولا تنسى أن تفعل الجرس. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك وفادي البلتاجي من هاي دي من مرشد الزراعي. احنا النهاردة ان شاء الله لما احنا نشرنا الفيديو اللي فات بتاع الموالح، طبعا كان التزهير عندي كان صغير قوي، كان لسه طالع في البراعم، فما كانش واضح. في ناس شككوا في الفيديو، بيقول لك لا ازاي الشجره زي دي صغيره لسه مزروعه بقالها كام شهر، يعني بقالها بتاع 6 شهور ولا حاجه، استحال تضرب التزهير ده كله، استحال تطلع تزهير، لا الكلام بتاعك مش مظبوط الكلام ده كله. فالنهارده احنا استنينا لما التزهير فتح عشان يبقى الكلام باثبات عشان الناس المشككه، تمام. وفي بدا تزهير كمان يقعد، مع ان انا مش عايزه يقعد لان النبته صغيره زي ما انتم شايفين، الشجره صغيره ارتفاعها حوالي بتاع متر وربع. فطبعا التزهير اساسا نفسه تقيل على الفرع، ان الفرع لما كان مواقف تقل التزهير قلب الفرع كده لتحت ازاي. في تزهير عقد اهو، يعني دي في تزهير اهو، دي عقدت، بس اوضحها اهي، دي عقدت اهي، تمام. الزهرة دي عقدت، تمام. فطبعا انا مش هخلي العقد ده يقعد لان الشجرة اساسا مش هتحمل. حباية البرتقال كبيرة هتاخد للفرع وهتنيمهولي في الارض، فانا مش الشجرة عندي مش هتتحمل. يعني في تزهير كتير عقد، في تزهير كمان عقد اهو، تمام. فانا طبعا انا مش عايز اقعد، انا حطيت يوريا طبعا امبارح وانا بسقي، حطيت يوريا، تمام، عشان خاطر ان الشجره تنشر اللي هو الانتشار الخضري وما يحصلش والتزهير عندي يسقط. في ان بي كي كمان، في عالي البوتاسيوم، بيبقى مثلا 5 5 وتلاقي البوتاسيوم 40 35 30 حسب اللي بتلاقيه متوفر في السوق عندك. ده برضو بيساعد على التزهير طبعا، ده يبقى حلو في الشجر الكبير، يعني ده حلو يبقى في الشجر الكبير. لكن انا كنت عايز اثبت لنفسي واثبت للناس الكلام اللي انا بقوله، ان عالي البوتاسيوم بيخلي النبات يضرب في الخضر، يضرب في الزهر جامد، ويخلي النبات يبقى مليان زهر معايا ويقعد كتير معايا. فبس انا قلت اجرب تجربه على اني اثبت للناس الكلام بتاعي. زهرة اليوسفي الزهرة اهو لسه صغير، لسه اهو زهر لسه صغير اهو، تمام، وواضح. ونسبة التزهير التخدير العالية اللي بدأت تطلع، انا اديت برضو هنا اهوت يوريا امبارح على اني عايز كل التزهير اللي يطلع ده كل الشجره تهتم بالنشاط الخضري وما تهتمليش بالتزهير. برضو انا برضو صورت شجره الليمون ديت برضو مع في الفيديو السابق اللي نزلته ليها. برضو الناس قالت لك لا الشجره دي مش هتقدر تتحمل تبقى شايله ثمر وتطلع زهر تاني ويقعد برضو، ومش هتطلع نسبه التزهير الخرافي اللي انت بتقول عليه. طب انا هوريكم، يعني بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. احنا زي ما قلت لكم الشجره هي مطلعه طرح، تمام، مليانه طرح اهو، يعني الفرع اللي تحت ده اهو اهو في طرح اهو، وادي في طرح اهو، وادي في طرح اهو، تمام. وشوفوا التزهير، شايفين التزهير من اول الشجره من تحت خالص اهو، الفروع اللي تحت خالص اهي، والشجره والفرع اللي تحت برده في طرح اهو اهو اهو، وفي تزهير عقد اهو، في تزهير عقد اهو صغير اهو اهو اهو، عائد اهو بالتزهير الجديد اهو، عائد اهو عند الحشرات الصغيره اللي واقفه ده اهي، تمام. في تزهير عائد اهو كتير اهو اهو، تزهير برضو عائد اهو. شوف الفروع بسم الله ما شاء الله كلها زهر، كل الفروع زهر اهو. التغذيه يا جماعه السليم، التغذيه السليمه، البوتاسيوم مع الفوسفور، بنحط اللي هو حمض الفوسفوريك مع الان بي كي اللي هو انا بحط ال 20 20 20 عشان الجزر والساق والخضري والزهري والسمري، تمام. وبحط ساعات اللي هو عالي البوتاسيوم اللي هو الان بي كي اللي هو انا عندي 5 5. دي الشقاره اللي هي الان بي كي 5 5 45، عالي البوتاسيوم
عالي فيه جدا جدا جدا، تمام. فان شاء الله باذن الله يعني احنا هنتابعكم بالفيديوهات ان شاء الله، وهنزل لكم برضو فيديو تاني قريب كده شهر ولا حاجه بالنسبه لشجره الليمون دي، هنوريكم نسبه العقد اللي هي عقدته، تمام. اهم حاجه تهتم في شجره الليمون بالسقي. طبعا في ناس كتير بيقول لك لا انت لو سقيت كتير الميه اللي عندك الزهر هيسقط، الزهرة هيسقط منك، مش هيمسك. انت ما النبتة طالما فيها ثمر لازم تسقي، لانه ما سقيتش الثمر ده اولا مش هيملى ميه، تمام، اولا مش هيملى ميه، ثانيا مش هيكبر معاك وهيبقى صغير وحجمه هيقع، تمام. يعني انا بسم الله ما شاء الله حجم الليمونه اهي، تمام، ولسه خضرة، يعني الليمونه لسه ما كملتش باين حجمها اهي ولسه خضرة، تمام، الليمونه اهي ولسه خضرة، تمام. وباين هنا بالنسبه برضو للكلام العقد، يعني ها الزهره اهي عقد اهي، دي عقد اهي فيها ليمونه اهي، تمام، وبرضو دي عقده برضو فيها ليمونه اهي، يعني بسم الله ما شاء الله اهي، ودي برضو عقدت، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني نسبه كبيره اهي في الزهره اهو برضو عقدت اهي، يعني بسم الله ما شاء الله نسبه العقد عاليه. وانا عندي تزهير بسم الله ما شاء الله لغايه اخر فرع فوق، يعني الفرع ده لسه جديد، يعني لسه طالع جديد، يعني الفرع ده اهو لسه طالع جديد وورقه لسه فاتح اهو. طبعا انا شوف في نسبه صفار في الفرع اللي فوق بسيطه اهي، دي كده هيبقى بنتكلم في عايزه حديد، الصفار اللي فوق ده كده يبقى احنا عايزين حديد، الورقه مش مخدره قوي كده يبقى ناقص معاها حديد. احنا طبعا حطينا حديد بس طبعا لسه ما ظهرش عليها، وهنعمل فيديو برده بالنسبه برده التغذيه، برده نفهمكم بالنسبه للحديد والكلام ده، هنبقى ننزل لها فيديو مستقل، تمام. فانا بس بثبت كلام اللي انا قلته يا جماعه الفتره اللي فاتت، الناس مشككه طبعا في الكلام بتاعي وقالت لك لا الكلام ده مش هينفع والزهر ده كله هيسقط والشجره دي صغيره ما تقدرش تحمل ثمر وتحمل زهر وزهر كمان يقعد. ويا ريت يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تشتركوا معانا في القناه عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، واللايكات عشان توسع منشور الفيديو على اليوتيوب، لان في ناس بتهبط عايزه تهبط عندنا القناه، فبتعمل دايما ديسك للفيديوهات على ان الفيديوهات ما تنشرش. فانت ساعد لوجه الله ان اعمل لايك بس عشان احنا بالنسبه لنا يبقى احنا يعني نحس ان احنا بنعمل حاجه وان الحاجات دي بتفيد الناس، وكمان تساعدنا في نشر الفيديو ليستفيد غيرك زي ما انت برضه استفدت، يبقى في ميزان حسناتك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.